حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا فيه الظبي 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 تهانينا لمالكها حصول على الشلفة الفضية الخاصة بالعمانيات مع هذه الأشواط الرئيسية في هذا اليوم الخاص بسن اللقاية تهانينا للخيارين وتهنية لمالك الظبي سعيد بن محمد بن سيف يستاهل مالك الظبي التهنية موصولة لسعيد بن محمد بن سيف الخيارين وإخوانه وإنجاله وللخيارين على هذا الناموس المستحق يستاهل مالك الظبي من فازت معنا بشوط العمانيات الكاف لو نجعل ناموس دايم وش يصير على الظبي الظبي على سلهوت أمها محلي مشاركتها قبل الشوط اللي مشاركتها طال عمرك ماخذها في التمهيد الكامل ماخذها الشوط الرئيسي وماخذ سيارة في المؤسس وعندها مكرر السك ما شاء الله كيف كان مسارها في الشوط اللي والله مسارها من قامت هي في نص الحلال ولحقت ويوم جينا حول كيلو ونص دخلت الحلال من كيلوين لكيلو ونص دخلت الحلال ومن الكيلو استلمت والله يبارك فيها الله يبارك فيها وجعل لهم دايم الفوز زي ما تهدي اهدي الوالدي سعيد محمد الخيرين ولها الخارسة على خاص الله وجهك شكرا جزيلا مرحبا بك يا بركه